اول مساله عندنا في الشيت اللي احنا نبدا نراجع فيها على موضوع الليفل اوف سيرفيس، هتلاقوا نزل لكم على الشيت ورقه او ورقتين تقريبا فيهم كل الجداول او الاتشارتس اللي هتحتاجوها في المساله دي، فانتوا مش محتاجين ترجعوا لاي حاجه خدتوها السنه اللي فاتت باذن الله. طيب المساله دي كانت بتقول ايه؟ هو ادانا طريقين رود A ورود B، ادانا شويه معلومات عنهم. رود A كان فيه ويز واداك شويه معلومات عن حاجات انتوا درستوها، رود B نفس الكلام كان اربن مالتي لين ميد بلوك سيجمنت وبرضه اداكوا شويه معلومات عنه. طيب ايه اللي مطلوب؟ اول مطلوب عندنا ان احنا نحسب النمبر اوف لينز عشان نحقق ليفل اوف سيرفيس B على رود A. طيب خلونا كده ناخد رود A لوحده ونفتكر انتوا كنتوا خدتوا تشارت كده السنه اللي فاتت كنتوا بتدخلوا بيه عشان تعرفوا الليفل اوف سيرفيس هو فين بتاع البيزك في واي سيجمنت. كنتوا محتاجين عشان تعرفوا انتوا ليفل اوف سيرفيس A ولا B ولا C ولا D ولا E محتاجين معلومتين. اول معلومه عندنا هي الفلو ريت، وتاني معلومه عندنا هو الكيرف بتاع الفري فلو سبيد هو فين، بحيث تطلع بخط راسي من الفي دي تخبط في الكيرف بتاع الفري فلو سبيد وتعرف انت الليفل اوف سيرفيس بتاعك كام. طيب يبقى هو كده طالب مننا ان احنا نحسب النمبر اوف لينز للطريق ده اللي هو رود ايه عشان نحقق ليفل اوف سيرفيس دي. وقلنا ان احنا محتاجين معلومتين، اول معلومه هي الفلو ريت او الفي بي، وتاني معلومه الكيرف بتاع الفري فلو سبيد، وبالتالي احنا محتاجين نعرف قيمه الفري فلو سبيد. فاول ستيب هنمشي عليها دلوقتي هي ازاي نحسب الفلو ريت او الفي بي. هتلاقوا عندكم في ورقه المعادلات الفي بي كان بيساوي الفي على البيك اور فاكتور في الان في الفاكتور في الفيكل في الاس بي. طيب ايه الكلام ده؟ الفي كانت الاور بيك فوليوم او البيك اور فوليوم اللي في الدايركشن الواحد، وهو اداك هنا ان الدايركشن البيك اور فوليوم ب 3400 فيكل في الاور. طيب عندنا البيك اور فاكتور كانت برضو جيفن عندنا ب 0.85، ال n هي النمبر اوف لينز اللي في الدايركشن الواحد، وده اصلا احنا مش عارفينه لان احنا مش عارفين ايه هي النمبر اوف لينز اصلا. وبعد كده عندنا حاجه اسمها الهيدي ديك ادجستمنت فاكتور، هو معامل تصحيح بيحول لي كل الترافيك ستريم اللي هو يعني بيحول لي التراكس الباصز او الريكريشنال فيكلز لو هي موجوده لما يكافئها من الباسنجر كورز. طيب والاف تي هنشوف دلوقتي ان الاف تي يعني او الفاكتور بتاع الهيدي ديك ده هنحسبه ازاي. بالنسبه للاف تي هو حاجه اسمها الدرايفر كونفيجريشن فاكتور، او فاكتور بيعبر عن هل الدرايفر ده فاميليار بالطريق ده بيسوق عليه كل يوم يعني كوميوتر درايفر ولا لا. احنا ما اديناش في المساله اي معلومه عن الدرايفر، وبالتالي هنفرض ان هو كوميوتر درايفر، وبالتالي اف بي هتساوي 1. يبقى احنا كده عرفنا ان الفي بي بتساوي الفي على بيك اور فاكتور في الان في الفاكتور هي فيكل في الاف بي، وعرفنا ان في هي البيك اور فوليوم في الدايركشن الواحد ودي كانت جيفن، البيك اور فاكتور برضه كان جيفن عندنا، النمبر اوف لينز في الدايركشن الواحد ده احنا مش عارفينه، احنا اصلا عاوزين نعرف النمبر اوف لينز اللي هيحقق لي ليفل اوف سيرفيس بي على الطريق ده. الفاكتور اوف هيفي فيكل قلنا هو فاكتور بيحول لي التراكس والباصز والريكريشنال فيكلز لو هي موجوده لما يكافئها من الباسنجر كورز، بحيث يبقى كل الترافيك ستريم عندنا باسنجر كور. طيب وقلنا ان الاف بي هو حاجه اسمها الدرايفر بوبيليشن فاكتور، هو بيعبر عن هل الدرايفر ده فاميليار بالطريق بيسوق عليه كل يوم ولا لا، وقلنا ان هو ما ادناش اي معلومات عن الدرايفر، وبالتالي هنفرض ان احنا عندنا كوميونتي درايفرز او فاميليار درايفرز، وبالتالي الاف بي هتساوي 1. طيب بالنسبه للفاكتور الجديد دي كده هنحسبه ازاي؟ هتلاقوا عندكم ان في معادله بتقول ان الفاكتور الجديد دي بتساوي 1 على نسبة التراكس مضروبة في ET minus 1 زائد نسبة الريكريشنال فيكلز مضروبة في ER minus 1. الـ PT أو نسبة التراكس يعني بتشمل مع يعني بتشمل مع التراكس الباصص، هو كان جيفن عندنا إن عندنا في 5% تراكس و7% باصص، وبالتالي الـ PT هيساوي 0.12 بتعوضوا بيه بالديسيمال. بالنسبة للريكريشنال فيكلز اللي هي الـ PR هتلاقوا إن هو قال لنا إن إحنا عندنا 2% ريكريشنال فيكلز، وبالتالي الـ PR هتساوي 0.02. طيب بالنسبة للـ ET والـ ER دول اسمهم Passenger Car Equivalency Factor، الـ ET بيحول لي Trucks والباص لما يكافئها من الـ Passenger Cars، والـ ER هو الـ Passenger Car Equivalency Factor بيحول لي الـ Recreational Vehicles لما يكافئها من الـ Passenger Cars. طيب الـ 2 Factors دول هتجيبوهم منين؟ هتلاقوا عندكم في جدول اللي هو Table 5 في الورق اللي معاكم بيديك التو فاكتورز دول معلوميه نوع الارض اللي فيها الطريق ده. فاحنا عندنا في المساله كان جدا ان الطريق ده موجود على ليفل تيرن، وبالتالي هتدخلوا
عند الصف او العمود الاولاني طلعوا التو فاكتورز دول بواحد ونص والاي ار بواحد بوينت اتنين، فتقدروا تحسبوا الفاكتور اوف هيفي فيكل هيطلع معاكم في 0.94. يبقى احنا كده في اول معادله عندنا دي عارفينها، عندنا البيك اور فاكتور، عندنا الفاكتور اوف هيفي فيكل، وعندنا الاف بي ناقص الان، والان ده اصلا هو ده الريكوايرد، الريكوايرد اللي هو بحيث يحقق لي ليفل اوف سيرفيس بي على الطريق ده. يبقى احنا هنعمل ايه؟ يبقى احنا هنحل باي ترايلز. هنفرض مثلا عند الان بتساوي 3 ونطلع الدي بي هتطلع ب 1418 باسنجر كار بير اور برلين، وعند ان بيساوي 4 هيطلع ب 1064 باسنجر كار بير اور برلين. انت مش لازم تفرض زي انا فرضت اي حاجتين، وهشوف الحاجتين دول هيطلعوا لي الليفل اوف سيرفيس اللي انا عايزه ولا محتاج ان انا اعمل ترايل ثانيه ولا لا. خدوا بالكم بقى، مهم جدا تاخدوا بالكم من اليونتس هنا، باسنجر كار بير اور برلين 3400 اللي كانت قبل كده دي كانت وحدتها هنا في المساله فيكل بير اور. طيب ليه دلوقتي بقت باسنجر كار بير اور برلين؟ احنا لما قسمنا على الفاكتور بتاع الهيفي فيكل احنا حولنا كل التراكس والباصز والريكريشنال فيكلز لما يكافئها من الباسنجر كار، فبقى كل الترافيك ستريم عندي دلوقتي باسنجر كار بير اور. طيب ليه بنقول بير لين؟ لان احنا قاسمين هنا على النمبر اوف لينز اللي في الاتجاه الواحد، وبالتالي بقى عندي قيمه الفي بي او الفلو ريت باسنجر كار او وحدتها يعني باسنجر كار بير اور بير لين. فمهم جدا تبقوا واخدين بالكم عن الفرق بين الوحدات بتاعه الفي بي واللي فيه اللي هو البيك اور هو. طيب احنا كنا بنقول في الاول خالص عشان نعرف احنا ليفل اوف سيرفيس ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا ايه، محتاجين معلومتين، محتاجين معلومه الفي بي، محتاجين نعرف احنا الكيرف بتاع الفري فلو سبيد هو فين، وبالتالي احنا محتاجين نعرف قيمه الفري فلو سبيد. احنا دلوقتي طلعنا اول معلومه عن تو ترايلز، طلعنا الفي بي عند ان بتساوي 3 وطلعنا الفي بي عند ان بتساوي 4. محتاجين نعرف قيمه الفري فلو سبيد بكام بحيث ندخل للتشارت ونشوف هل حققنا الليفل اوف سيرفيس اللي احنا عاوزينه ولا لا. يبقى تاني ستيب عندنا ان احنا نحسب الفري فلو سبيد. هتلاقوا عندكم في ورقه المعادلات الفري فلو سبيد بتساوي البيس فري فلو سبيد ماينس شويه ادجستمنت فاكتور وعاملات تصحيح. البيس فري فلو سبيد هتلاقوها جيفن عندكم في المساله ب 110 كم بير اور، الفاكتور بتاع اللين ويدث او الاف ال دبليو ده هو معامل تصحيح لعرض الحاره. هو عندنا جيفن في المساله ان عرض الحاره 3.5 متر. هتلاقوا عندكم في جدول في في الورق اللي نزل معاكم بيديكوا المعامل ده بمعلوميه عرض الحاره، تدخلوا عند اللين ويدث 3.5 متر تطلعوا الاف ال دبليو او الادجستمنت فاكتور باللين ويدث هيطلع معاكم بواحد. يبقى احنا اول حاجه طلعنا البيس فري فلو سبيد كان جيفن عندنا في المساله، الفاكتور ادجستمنت اللي بنصحح بيه لعرض الحاره دخلنا على تيبل 1 بمعلوميه عرض الحاره اللي عندنا اللي هي 3.5 متر، طلعنا الفاكتور ده بواحد. خلينا كده نسكيب تاني وتالت فاكتور هنرجع لهم دلوقتي حالا، ونروح على الفاكتور الاخير اللي هو الفاكتور بتاع الانترتشينج دنسيتي. هو قال لنا ان الطريق ده عندنا فيه انترتشينج كل 4 كيلو، والجدول ان احنا بنطلع منه الفاكتور ده بندخل بيه معلومات ايه؟ بندخل بيه معلومات هو انا عندي كام انترتشينج في الكيلومتر. فاحنا لو عندنا انترتشينج كل 4 كيلو يبقى احنا في النهايه عندنا ربع انترتشينج في الكيلومتر، فده هيحقق لي او يعني هيدخل من ضمن اول صف اللي هو اقل من او بيساوي 0.3، هتطلعه الفاكتور ده بصفر. يبقى احنا كده بيس فري فلو سبيد عارفينها، الفاكتور بتاع او معامل التصحيح بتاع اللين ويدث او عرض الحاره عارفينه، الفاكتور اوف ادجستمنت او الادجستمنت فاكتور ل النمبر اوف انترتشينجز بير كيلومتر او الانترتشينج دينستي عرفناه طلع بصفر. تعالوا بقى نشوف التو فاكتورز دول. اول واحد عندنا اللي هو الفاكتور او معامل التصحيح بالنسبه للرايت شولدر لاترال كليرنس، هتلاقوا عندكم في تيبل 2 بتدخلوا بالرايت شولدر لاترال كليرنس وبمعلوميه عدد الحارات اللي في الاتجاه الواحد بتعرفوا الفاكتور ده بيساوي كام. طيب هو جيفن عندنا في المساله ان احنا عندنا 1.2 متر رايت شولدر كليرنس، هتدخلوا عند 1.2 متر. طيب والنمبر اوف لينز ان وان دايركشن، احنا طبعا مش عارفين النمبر اوف لينز ده اللي احنا عاوزين اصلا نوصل له عشان نحقق ليفل اوف سيرفيس بي، بس احنا عندنا واحنا بنحسب الفي دي كنا عاملينها تو ترايلز عند ان بتساوي 3 وعند ان بتساوي 4، فهندخل بنفس التو ترايلز دول عند ان بتساوي 3 وعند ان بتساوي 4 هتطلعوا التو فاكتورز دول، فهيطلع عندكم عند ان بتساوي 3 الفاكتور ده 1.3
وعند ان بتساوي 4 الفاكتور ده و 0.7. يبقى كده احنا طلعنا الفاكتور الثاني اللي هو بتاع الرايت شولدر لاترال كليرنس. طيب الفاكتور الاخير بقى اللي هو ليه علاقه بالنمبر اوف لينز، هتلاقوا عندكم فيه جدول تيبل 3 تدخلوا فيه بمعلومات النمبر اوف لينز اللي في الاتجاه الواحد تطلعوا الفاكتور ده بكام. هندخل برضو عند التو ترايلز بتوعنا اللي هو عند 3 و4، هنطلع الفاكتور ده ب 4.8 عند ان بتساوي 3 وعند ان بتساوي 4 ب 2.4. يبقى احنا كده الفري فلو سبيد، البيس فري فلو سبيد 110 كيلومتر في الاور، الفاكتور بتاع عرض الحاره 1، الفاكتور بتاع انترتشينج دنسيتي 0، والتو فاكتورز دول جبناهم عند الترايلز بتاعتنا لان هم كانوا فانكشن في النمبر اوف لينز ان وان دايركشن، فقلنا عند ان بتساوي 3 طلعنا الفاكتور ده بكام والفاكتور ده بكام، وعند ان بتساوي 4 نفس الكلام. يبقى احنا نقدر نقول اوفر اول كده عند ان بتساوي 3 الفري فلو سبيد بكام، وعند ان بتساوي 4 الفري فلو سبيد بكام. طيب يبقى كده لو هنجمع المعلومتين اللي احنا حسبناهم هم الفي بي والفري فلو سبيد، فاحنا عارفين ان عند ان بتساوي 3 الفي بي بكذا والفري فلو سبيد بكذا، وعند ان بتساوي 4 الفي بي بكذا والفري فلو سبيد بكذا. نقدر دلوقتي ندخل بالمعلومتين دول لكل ترايل ونشوف احنا حققنا ليفل اوف سيرفيس كام بالظبط، وهل ده بيحقق اللي مطلوب في المساله ولا لا. لو جينا كده عند اخر ستيب عندنا ان احنا نحسب فيها الليفل اوف سيرفيس بتاعتنا، ادي الكيرف او التشارت بتاعنا عند ان بتساوي 3 عرفنا ان الفي بي ب 1418 والفري فلو سبيد ب 102.9 كم في الاور. هتدخلوا باول حاجه ترسموا الكيرف بتاع الفري فلو سبيد اهو اللي هو 102.9 كم في الاور، وتطلعوا بقيمه الفي بي اللي هي 1418. هتلاقوا ان انتم حققتوا نقطه التقاطع دي موجوده في المجال بتاع ليفل اوف سيرفيس سي، وبالتالي احنا اصلا كنا عايزين نحقق ليفل اوف سيرفيس بي فده مرفوض. طيب تعالوا نشوف كده عند ان بتساوي 4، احنا عارفين ان الفي بي 1064 باسنجر كار بير اور بير لين، والفري فلو سبيد 105.9 كم بير اور. هترسموا الكيرف بتاع الفري فلو سبيد، تطلعوا بقيمه الفي بي اللي هي 1064، هتلاقوا نقطه التقاطع دي موجوده في المجال اللي هو بتاع ليفل اوف سيرفيس بي، وبالتالي هو ده المطلوب. يبقى عندنا النمبر اوف لينز في الدايركشن الواحد 4 لينز، ده اللي حقق لي ليفل اوف سيرفيس بي على الطريق بتاعي وهو ده المطلوب. طيب تعالوا كده نفتكر ان كنتوا خدتوا في السنه اللي فاتت حاجه اسمها الفور ستيب موديل. الفور ستيب موديل ده كنتوا بتطلعوا منه قيمه الديماند او الفي، ادي الديماند اللي عندنا اهو اللي هو الدايركشنال بيك اور فوليوم، خدناه احنا هنا في الترافيك وحسبنا النمبر اوف لينز بتاعت الطريق ده عشان نحقق ليفل اوف سيرفيس معين، فاحنا حققنا الجزء بتاعه وبين ان اكسبتبل ليفل اوف سيرفيس اللي كنا بنتكلم عليه في الانترودكشن. احنا بقى دورنا السنه دي ان احنا نعلمكم ازاي نبدا نعمل سيف ديزاين للطريق ايا كان بقى الفانكشن كلاسيفيكيشن بتاعه من ناحيتين، من ناحيه الجيومتريك ديزاين ومن ناحيه الاستراكشر ديزاين. تمام كده؟ طيب ده كده بالنسبه لاول نقطه في المساله، النقطه اللي بقولها لكم في الاخر دي بس عشان تجمعوا الدنيا، احنا كنا بنعمل ايه السنه اللي فاتت وهنعمل ايه السنه دي. خلينا نشوف تاني مطلوب عندنا. تاني مطلوب كان طالب ان انتوا ترسموا كروس سكشن للطريقين. السؤال ده احنا هنحله معاكم في السكشن بالتفصيل، بس انا عايزاكم ترجعوا للصوره دي باذن الله بعد ما تاخدوا السكشن في الكليه. يعني انتوا مش هتفهموا انا بتكلم عن ايه دلوقتي، فلما ناخد السكشن في الكليه باذن الله ارجعوا بس للصوره دي، هتفرق معاكم يعني او تفهمكم حاجه ممكن ما نكونش قادرين نوريها لكم في السكشن. طيب الحاجه الثالثه بقى هي موضوع السايد ديستنس، وده هنتكلم عليه في الفيديو اللي بعده.